الأضحية نسك عظيم وشعيرة ورثها المسلمون عن جدهم إبراهيم عليه السلام عندما أفضى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بكبش عظيم. وأنتم شركاء في هذه الشعيرة، قدموا أضاحيكم لهؤلاء المحتاجين ولغير المحتاجين. صك الأضحية السنة دي مع جمعية البر والتقوى المصرية هيضمن لك عملية الذبح على الشريعة الإسلامية خلال أيام التشريق، وكمان يضمن لك توزيع الأضحية على مستحقيها في جميع قرى ومحافظات مصر. ده غير نصيبك الشرعي اللي هيوصل لك لحد باب بيتك خلال أيام العيد. العجل البلدي 4500 جنيه، الخروف البلدي 4500 جنيه، المعز البلدي 3500 جنيه، سهم الصدقة 250 جنيه. للتبرع لصالح جمعية البر والتقوى المصرية يرجى الاتصال على الخط الساخن أو من خلال الحساب البنكي